ده تبع حاجه اسمها الار ان ايه، بس ده الدرس الثاني بقى. موضوعاته كالاتي: حاجه اسمها التكنولوجيا الجزيئيه. التكنولوجيا الجزيئيه دي اللي بيسموها يعني بالاسم الشائع الهندسه الوراثيه، ودي لها شويه موضوعات كده. اول موضوع تهجين الدي ان ايه، ثاني موضوع انزيمات الكسر، ثالث موضوع الاستنساخ، رابع موضوع حاجة اسمها دي ان ايه معادل اتحاد، وخامس موضوع الجينوم البشري. يعني في موضوعات هتاخد كده من 10 دقايق لربع ساعة، وفي موضوعات تاخد تلت ساعة. المهم ان شاء الله ان الحصة دسمة مليانة. طبعا احنا هنضغط الشغل بس شوية عشان نبقى اسمنا ظاهريا خلصنا المنهج، لكن الحقيقه مش هتتم غير لما يتم المراجعه وحل الاسئله بقى من الحصه اللي جايه. كل اللي كان نفسكم فيه بقى هيتعمل. احنا كان هدفي ان انا اخلص منهج، بعد كده بقى المراجعه هتبتدي من هنا. يعني انا هبتدي المراجعه من عند الجزء ده، من عند الدرس الثاني ده تبقى المراجعه بتاعته. يعني اذا كان النهارده 5 موضوعات برضو تعتبر كتير، انا عن نفسي مثلا يعني كنت بشرحهم مثلا في 3 حصص، لكن احنا هنجيبهم في حصه واحده النهارده، ولكن عشان نخلص المنهج، وبعد كده بقى من الحصه الجايه هنراجع، وخلي المراجعه دي مفاجاه ان شاء الله. طيب نبتدي بقى مع بعض عشان ما نضيعش وقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التكنولوجيا الجزيئيه او الهندسه الوراثيه، واللي انا بشجعكم كلكم انكم تهتموا بالعلم ده، واللي فيكم ان شاء الله سواء يتعلم في اي كليه قمه، صيدله، طب، او اي كان، ولو ان انا ما بحبش كلمه كليه قمه دي، فيا ريت تتخصص في الهندسه الوراثيه في اي فرع، حتى لو دخل كليه علوم، لان دي المستقبل، ودي اللي فيها الثراء. اللي بيدور على الفلوس يدور على الهندسه الوراثيه دي. طيب نبتدي بقى مع بعض. بسم الله. تهجين الدي ان ايه. طب افهم الاول يعني ايه تكنولوجيا جزيئيه. تخيل معايا كده لما كان الموبايل لسه مخترعينه جديد، وكان حجم كبير، وكان بلون واحد، وكان الموبايل ياخد 150 اسم بس، والرسائل الاس ام اس عاديه، مفيش حاجه اسمها. يعني يوم ما اكتشفنا البلوتوث ده في التليفون كانت نقله كبيره قوي. ما كانش حد متوقع ان التليفون يبقى فيه التقدم ده، وان الشاشه تبقى تاتش ونقلب ويبقى عليه واتس والحاجات الحديثه دي كلها. دلوقتي دي اسمها تكنولوجيا. كذلك الدي ان ايه، بعد ما كنا بنتعرف على تركيبه وبنتعرف على تضاعفه وبنتعرف على عيوبه، بدانا ندخل في حاجه اسمها تكنولوجيا، لدرجه ان في عالم اسمه خورانا سنة 1979 قدر يدخل جين صناعي لداخل خلية بكتيرية ويكتر مع محتويات الخلية البكتيرية. يعني الخلية البكتيرية وهي بتتكاثر، الجين ده كان بيتكاثر مع محتوياتها. ودي فكرة شركات الصيدلة أو الأدوية، إن أنت بتجيب جين واحد طبيعي وبتحطه جوه خلية وبيتكاثر معاه، فبتدي آلاف أو مئات النسخ زي ما هنعرف النهاردة. طيب كلام حلو. ما انساش اسم العالم ده، خورانا، اللي صنع جين صناعي ودخله جوه الخلايا البكتيريه وعمل على اكثاره. فكان موضوع تهجين الدي ان ايه بقى دلوقتي هي بدايه التطبيقات كالاتي. تعالوا نشوف مع بعض ايه التقنيه بتاعت تهجين الدي ان ايه ده. تخيل ان انا ده احصل على دي ان ايه شريط من انسان مثلا وشريط من انسان اخر. طيب ممكن احصل على دي ان ايه وشريط من ار ان ايه. تخيل دي، يعني الدي ان ايه الهجين ممكن يتهجم ما بين دي ان ايه ودي ان ايه، ممكن يتهجم ما بين دي ان ايه وار ان ايه. طيب ايه الفكره بتاعته بقى؟ واحده واحده بقى معايا كده. انا همسح بقى الموضوعات دي كلها عشان اركز في التهجين لوحده. يبقى اول درس فعل النهارده اسمه تهجين الدي ان ايه. احنا بنسمع عن حاجه اسمها تحليل الدي ان ايه. لما يكون واحد شاكك في نسب طفل مثلا، عايز يتاكد ده ابنه ولا لا، بيجيبوا الدي ان ايه بتاع الطفل وبيجيبوا الدي ان ايه بتاع الشخص اللي شاكك في الموضوع ده، او الاب نفسه يعني، او الاب المزعوم، وبيرفعوا درجه الحراره. رفع درجه حراره الدي ان ايه ل 100 درجه مئويه بتفك الشريطين من بعض، الشريطين مفردين ولكنهم غير ثابتين. عارفين فكره الجيلي لما ترفع درجه حرارته ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل في الجيلي انه بيتحول لسائل. طب ايه اللي بيحصل في السائل لما يبرد؟ يرجع يجمد تاني. ولو سبته ورفعت درجه حراره الجيلي هيبقى سائل، ولو سبته يبرد هيرجع يجمد تاني. هي دي نفس الفكره. فلما اجيب دي ان ايه الاب ودي ان ايه الابن وارفع درجه حرارتهم وتحولوا لشرايط مفرده، ايه اللي هيحصل؟ هقلب مع بعض كده
وقدامي اتنين سيناريو، يا اما كل واحد فيهم يرجع لاصله ومفيش تعمل دي ان هي جين مع بعضه، وبالتالي مفيش صله قرابه بين الاثنين وده مش الابن، يا اما فجاه كده الاقي ان عندي شريط تهجيني ما بين الابن والاب، وده دليل على ان في نيوكليوتيدات في الابن متكامله مع نيوكليوتيدات في الاب نظرا للتشابه اللي يعتبر وصل لدرجه تماثل ما بين الاثنين، دليل على درجه قرابه ما بينهم، وده اللي بيحكم في حاجه اسمها النسب. ده فكره التهجين. يبقى فكره التهجين مبنيه على ان انا بجيب لوالب مختلفه من كائنات مختلفه، برفع درجه حرارتها ل 100 درجه مئويه. فبتتحول الى شرائط مفرده. ببدا اخلط الشرائط المفرده في بعضها وبنتظر اثنين سيناريو، يا اما كل لولب يرجع لاصله، يا اما يعمل لوالب مهجنه هجينه ما بين الاثنين. اللولب الهجين ده بيدل عمره ما هيعمل الكلام ده الا في درجه قرابه، يعني تخيل معايا كده انت اول يوم رايح الجامعه في مكان بعيد عنك، وفجاه اتعرفت مثلا او شفت في الدفعه بتاعتك وليكن 100 شخص. انت مش هتقدر تنسجم ولا تعمل قبل او صداقه الا مع حد معين. الحد المعين اللي انت بتختاره ده في بينك وبينه درجه قرابه، درجه تفاهم، درجه تكامل. فهو ده بقى اللي احنا هنقصده. طيب تعالى ندي شويه امثله كده. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انا جبت دي ان ايه بتاع نبات برتقال واليوسفي سوفاندي والليمون ورفعت درجه الحراره، هيتحولهم الى شرايط مفرده. سيبهم يبردوا وماله؟ في قدامي اتنين سيناريو، لو عملت التجربه اكتر من مره وفي كل مره كان كل واحد بيرجع على اصله يبقى مفيش درجه قرابه. فجاه كده لقيت لولب هجين ما بين الليمون والبرتقال وما بين اليوسفندي والبرتقال، يبقى ده معناه ان الاثنين بينهم درجه قرابه وبين البرتقال. طيب يعني هنا دلوقتي ده اسمه دي ان ايه هجين وده دي ان ايه هجين، يبقى انا كده فهمت ان الدي ان ايه الهجين بيكشف عن درجات القرابه من خلال تكامل النيوكليوتيدات وبيعمل لوالب هجينه. حلو قوي. طيب لما يبقى الليمون عامل قرابه مع البرتقال واليوسفي عامل قرابه مع البرتقال، وعايز اشوف مين اقرب للبرتقال فيهم. يعني لما يبقى انت عندك اثنين اصحاب، اثنين اصدقاء، وانا عايز اشوف مين اقرب واحد فيهم، هبدا اعمل زي تفرقه ما بينكم، اوقع، اقول كلام، فاسرع واحد هتبتعد عنه هو ده اقل درجه قرابه، واخر واحد هياخد مجهود او هياخد مجهود كبير عشان اوقع ما بينكم ده اكثر درجه قرابه. بمعنى دول لوالب هجينه، ارفع درجه الحراره، هفضل ارفع ارفع ارفع. افرض ان ده جه عند 50 درجه واتفك، وده فضل لحد 90 درجه مئويه عشان يتفك. اللي خد درجه حراره عاليه عشان ينفصل هو الاكثر في القرابه. يبقى احنا دلوقتي رقم واحد من فوائد تهجين الدي ان ايه هي قياس درجات القرابه بين الكائنات الحيه. واقدر اقيس درجه القرابه دي بطريقتين، الطريقه الاولانيه بكميه الحراره اللازمه لفصل الشريطين عن بعض، والطريقه الثانيه بسرعه التكوين. يعني ايه سرعه التكوين؟ يعني مثلا على سبيل المثال هجيب دي ان ايه من انسان، انسان اخر قرد، اهو قرد وانسان وانسان، ورفعت درجه الحراره وتحوله لشرايط مفرده وسبتهم يبردوا، وفجاه لقيت القرد عامل لولب هجين ما بينه وما بين الانسان، والانسان عامل ما بينه وما بين الانسان، شوف مين فيهم الاسرع في تكوين الايه اللولب الهجين. يعني هديك تشبيه بسيط، لو انت داخل مكان في بني ادم وفي وليكن كلب في المكان، تمام، هتكلم مين الاول، الانسان ولا الكلب؟ هكلم الانسان. يبقى في درجه القرابه اللي بينك وبين الانسان اسرع، العلاقه اللي هتتم بينك وبين البني ادم اللي قدامك اسرع من اللي هتتم بينك وبين الحيوان. هي دي الفكره. انا دلوقتي لو قلت ان الدي ان ايه الهجين بتاع الانسان والقرد خد مثلا 10 ثواني عشان يتكون، والانسان والانسان خد 3 ثواني، يبقى الانسان والانسان اقرب من الانسان والقرد. اللي بياخد زمن اقل او في سرعه في تكوين اللولب يبقى هو ده الاكثر قرابه. فهمتوا الفكره دي؟ عارفين كده فكره الحب من اول نظره؟ واحد ممكن يشوف واحد زميلته كده لاول مره فيحبها، وممكن يقعد معاها في الكليه سنه واثنين وثلاثه وفي سنه رابعه يحبها. يبقى اذا في الحالتين حبها، ولكن درجه القرابه في الحب من اول نظره اسرع، درجه تكامل، درجه تشابه. فهو ده بقى. يبقى رقم واحد بتقاس درجات القرابه بين الكائنات من خلال سرعه تكوين لولب هجين ودرجه الحراره اللازمه لفصل الشريطين. تمام؟ واحد خطب واحده، خد كلمه فصلتهم عن بعض، وواحد خطب واحده بقى لهم سنين الناس بتقع ما بينهم عشان يسيبوا بعض، بقى دول اكثر درجه قرابه من دول. يبقى انا عندي
درجات الكهرباء بتتقاس بحاجتين، بالسرعه اللي بتكون بقى اللولب الهجين، وبدرجه الحراره اللازمه لفصل الايه الشريطين عن بعض. طب هو ما فيش اي فايده لتهجين الدي ان ايه غير كده؟ لا، في تحديد كميه جين معين، وهل هو موجود ولا لا، وقياس كميته. بمعنى هديك تشبيه الاول، لو عندي حوض سمك وانا ما اعرفش حوض السمك ده فيه سمك ولا لا، جبت لك صناره وطعم وقلت لك اصطاد، فضلت اصطاد بقالي 5 ساعات وما طلعتش ولا سمك، يبقى الحوض ده ما فيش فيه سمك اصلا. طيب اصطدت بعد اول 5 دقائق سمكه والثانيه والثالثه، وقعدت 4 ساعات ما عدتش اصطدت، يبقى كان فيه 3 سمكات بس وانت اصطدتهم. فهمتك؟ طيب الفكره دي ازاي بقى في التهجين؟ بص يا سيدي، لو افترضت مثلا ان في تتابع اسمه الاي جي اي اي جي، ده احنا عارفين انه على حشره الدروسوفيلا ومتكرر 100,000 مره، 100,000 مره على حشره الدروسوفيلا. ينفع اقول لك ازاي استدل عليه؟ اه ينفع، هجيب شريط مفرد مشاع تتابعاته تي سي تي تي سي تي سي تي تي سي ومتكرره 100,000 مره، واخلطه مع الدي ان ايه، لو ارفع درجه الحراره ده هيتحول لشريط فردي. حاول بقى ايه تبرد، حاضر بردت، امسك الشريط المشاع وابدا شد، هتلاقي الشريط المشاع مرتبط مع قطع من النيوكليتيدات اللي هي الاي جي اي جي في 100,000 تتابع، اذا الاي جي اي جي موجود. طيب باسلوب تاني هسالك سؤال، هل في جين ذكاء عند الحمار؟ معرفش، انا اعرف ان الشفره عامه او كونيه، واعرف ان جين الذكاء مثلا ايه 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 اهو 4 ايه، اقول لك عشان اكشف ان عند الحمار في جين ذكاء ولا لا، انا عارف ان جين الذكاء ايه ايه ايه، انا هروح اعمل شريط مفرد مشاع من تتابعات تي 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 كذا تتابع، واخلطه مع الدي ان ايه بتاع الحمار، وارفع درجه الحراره ويتفك الشريطين المفردين، واشيل الشريط المشاع، ان في كل مره طلع فاضي اسخن وبرد اسخن وبرد بيطلع فاضي، يبقى الجين مش موجود. اذا شبك يبقى الجين موجود، شبك في كام قطعه بقى، يبقى دي كميه الجين. انا كده خلصت التهجين، هقولها تاني بالراحه كده وببساطه، تهجين الدي ان ايه ده اول موضوع، معناها الحصول على شريط دي ان ايه مع شريط دي ان ايه اخر، يعني دي ان ايه من مصدرين، او دي ان ايه وار ان ايه، زي ما بعمل كده ما بين فيروس وما بين ايه فيروس تاني عنده دي ان ايه، زي فيروس الانفلونزا اللي عنده ار ان ايه وبكتيريا مثلا بتجيب التهاب رئوي، فيقوم يعمل فيروس يجيب التهاب رئوي ويموت، زي فكره الكورونا كده. طيب التهجين بيفيد في دراسه درجات القرابه بين الكائنات الحيه، وبالتالي في دراسه درجات التطور، يعني مثلا مش احنا عارفين الانسان اعلى تطورا، اعلى كائن في التطور؟ طيب انا عايز اعرف ايهم اكثر تطورا، الحمار ولا القرد مثلا، فانا هخلط مع الانسان الدي ان ايه بتاع الحمار وبتاع القرد، وارفع درجه الحراره هيتحولوا لشرايط مفرده، اسيبهم يبردوا، هلاقي ان كل مره الانسان بيكون مع القرد، يبقى اذا القرد اكثر درجه قرابه للانسان، اذا هو اكثر تطورا من الحمار. فهمتوا الفكره؟ طيب دي كلها امثله مش موجوده في الكتاب بس عشان تفهموا، يبقى قياس درجات القرابه والتطور. وطيب وبقدر درجات القرابه بايه؟ بحاجتين، السرعه بتاعت تكوين اللولب الهجين، ودرجه الحراره اللازمه للفصل، حراره فصل الشريطين، دي اسمها درجه قرابه. في ايه كمان غير درجات القرابه؟ قال لك بحدد جين، كميه جين معين موجوده ولا لا، تحديد او الكشف عن وجود جين ما، تحديد موقع او مكان او وجود جين ما، وهل الجين ده موجود بكميه قد ايه، من خلال شريط مفرد مشاع بيتعمل بكذا تتابع، ينفع يتكامل كانه مغناطيس كانه صناره مع الدي ان ايه موضع الدراسه، وبيثبت لي الجين موجود ولا لا. طيب انا دلوقتي هسال ميري، قولي لي يا ميري، احنا دلوقتي عرفنا ان من الدي ان ايه المهجن من ضمن تقنيات تكنولوجيا الجزيئيه او الهندسه الوراثيه، ان انا ممكن اعمل اللي انا عايزه في الدي ان ايه، لدرجه ان انا ممكن اعمل دي ان ايه حسب الطلب. طيب تعريف الدي ان ايه يعني ايه الهجين يعني ايه يا ميري؟ الدي ان ايه كان ايه معناها؟ الحصول على دي ان ايه من مصدرين مختلفين، الحصول على دي ان ايه من مصدرين مختلفين، بس لازم يكون المصدر الاولاني والمصدر الثاني بينهم درجه قرابه عشان يحصل تكامل، عشان الاقي ايه تتكامل مع تي والاقي جي تتكامل مع سي، فهو ده معنى الدي ان ايه المهجن. هل ممكن يا ميري اعمل دي ان ايه مهجن ما بين دي ان ايه وار ان ايه؟ اه ممكن. جميل، درجه قرابه. ايه اهم فوائد يا اماني الدي ان ايه المهجن؟ بعرف درجات القرابه من خلال حاجتين،
ان انا اسخن درجة الحرارة لدرجة 100 وعند فصل الشرتين واسيبهم يبردوا فبتكون لولب هجين دليل على تكامل وتفاعل النيكروتينات مع بعضها. قولي لي بقى بقيس درجه الكهرباء دي بايه؟ بالسرعه اللي بيتكون بها اللولب وبدرجه الحراره اللازمه لفصل الشريطين. فهمتوا الفكره دي؟ تمام. يعني مثلا ياسمين واماني وميري اصدقاء. اماني صاحبه ميري وصاحبه ياسمين، ولكن اماني عرفت ميري في خلال اول يوم قابلتها فيه بقوا اصحاب، لكن اماني عرفت ياسمين بعد شهر مع انها كانت بتشوفها كل يوم. يبقى ميري اقرب لاماني لان السرعه اللي اتعملت بها الصداقه بينهم كانت وقت قليل. لما جيت اوقع ما بين ميري واماني خدت اسبوع عشان اوقع ما بين ميري واماني، خدت ساعتين عشان اوقع ما بين اماني وياسمين. يبقى اذا اللي خد وقت اطول ومجهود اكتر ودرجه حراره اكبر هو الايه؟ الاكثر قرابه. طيب جميل قوي. عايز اكشف كمان عن جين ما، يعني اكشفي لي كده عن تتابع الاي جي، الاي جي اللي موجود في حشره الدروسوفيلا ياسمين، اكشف عنه ازاي؟ هجيب دي ان اي فيه شريط مفرد مشاع صناعي، مشاع وصناعي انا اللي عامله، تتابعاته تتكامل مع ده تي سي تي تي سي، واجيب منه 100,000 نسخه باعتبار ان انا عندي معلومه ان هو بتقول انها 100,000، وارفع درجه حرارتهم واسيبهم يبردوا واخد الشريط المشاع الاقيه متكامل مع 100,000 تتابع. طيب في مشكله في الكلام ده؟ حد عايز يفهم؟ معلش. ايوه يا كرولوس قول. هو دلوقتي لو احنا مثلا جينا ارتبطنا دي ان ايه مع ار ان ايه، إيه لو في قاعده يو قصادها ايه ترتبط ولا لا؟ القاعده ايه هترتبط مع اليو طبعا، ترتبط عادي كانها سيمين عادي مع سي. برابطتين هيدروجينتين ودي بثلاث رابط هيدروجيني. تمام. امال كان التي ار ان ايه بيرتبط ازاي يا كرولوس؟ ما التي ار ان ايه شريط مفرد يزداد في بعض اجزاء الايه مع اليو والجي مع السي. هتقول لي بس ده نفس الحته، اقول لك بس نيكروتينه الاي زي بترتبط مع اليو من الار ان ايه لانها من نفس العيله بتاعه البريميدينات. تمام تمام مستر. جميل برافو. طيب كده الموضوع ده مهضوم، الموضوع اللي انا شرحته ده فيه مشكله يا جماعه. طب الحمد لله. نروح على موضوع تاني اسمه انزيمات القصر. بصوا بقى، انزيمات القصر ده من الموضوعات اللي ممكن مدرس يقعد يشرح فيها محاضره كامله، احنا هنشرحها في 5 سطور، واتحداك بال5 سطور ان يبقى في كلمه ناقصه عن الكتاب. بص يا سيدي، القصه بدات من عند فيروس الفاج اللي بيجي على بكتيريا اشيرشيا كولاي ويحقن فيها مادته الوراثيه، وبعد 32 دقيقه بنلاقي البكتيريا مطلعه 32 فاج من قلب الخليه وماله. فكان السؤال هو ليه دايما الفاج يعني ايه بينقي الشيرشيا كولاي؟ ليه يعني؟ ليه بيختارها؟ قال لك لان الشيرشيا كولاي ما عندهاش انزيمات قصر تقطع الدي ان ايه بتاعه. مش فاهم حاجه. هديك تشبيه بسيط. دلوقتي مثلا هفترض ان انا هلعب دور نصاب. النصاب بيختار ضحيته ازاي؟ بيروح على واحد ذكي، واحد ناصح كده، واحد فاهم؟ لا طبعا. بيروح على انسان بسيط على طبيعته، على فطرته، انسان طفولي كده، ويبدا يرمي عليه شباكه وينصب عليه، بمعنى ان هو بيختار الضحيه، لان الانسان الذكي هيعرفه من اول جمله ومن اول تعامل. طيب تخيل معاه بقى لو الفاك دومت راحوا جابوا له بكتيريا هو مش متعود عليها اصلا وسابوهم مع بعض، فما كانش قدامه غير انه يحقن الدي ان ايه. نستنى 32 دقيقه عشان الخلايا تنفجر وتطلع حاجه ما نلاقيش، بنبص لنا الدي ان ايه متقطع جوه، لقوا ان في انزيم اسمه انزيم قصر بيجي على الدي ان ايه بتاع الفاج ويقطعه لقطع قصيره، عشان كده سموه انزيمات قصر. قصر هنا مش بلس، مش قصر يعني فيلا او لا لا لا، قصر هنا يعني تقصير، جاي من تقصير، سموها كمان انزيمات القطع، ونظرا لان اكتشفت لاول مره في البكتيريا فسموها انزيمات القطع البكتيريه. المهم العلماء قدروا يكتشفوا ان في اكتر من 250 انزيم موجودين في الكائنات الدقيقه اسمها انزيمات القصر، ولقوا ان خطه العمل بتاعتها واحده. نقول تاني، انزيم القصر ده بمثابه مناعه. مناعه يعني ايه؟ يعني هديك تشبيه بسيط. واحد حرامي في قدامه عماره فيها شقق، الشقه الاولانيه قاعد يدرسها كده لقى ست ايه عجوز لوحدها، فقال لك اما ادخل لسه بيرفع السكينه، قالت له خد يا حبيبي اللي انت عايزه اهوت من غير ما تقتلني، يعني ببساطه قدر ياخد اللي هو عايزه. طيب
هو درس الموضوع وعرف ان الشقه دي ضعيفه وما عندهاش مقاومه. تخيل بقى ان هو جه يدخل شقه لقى فيها تجار سلاح قاعدين كده بيظبطوا السلاح وبايه وبيجهزوه وهو داخل عليهم بالسكينه، موقفه ايه؟ هيتقطع حتت. يبقى ده معناه ان انت دخلت شقه فيها مناعه ضد الاجرام بتاعك، هتتقطع فعلا. وهو ده اللي حصل. اكتشفوا ان انزيمات القصر دي بمثابه ايه؟ ان انا عندي خليه فيها انزيم قصر عامل زي دور حمايه، في دي ان ايه غريب جاي، فيروسي بكتيري فطري حشري بشري ايا كان نوعه ايه، لو قدر يتعرف عليه هيقطع الدي ان ايه ده الى قطع قصيره فبسموه انزيم الايه القصر. تعال بقى نشوف انزيمات القصر ال 250 انزيم ايه هي الخطه اللي في خمس سطور اللي انت قلت عليها. بس الاول تابع معايا تتابع ده، جي وسي حصر الاي اي والتي تي، خلي بالك جي وسي من خمسة لثلاثة، تتابع اسمه جي سي. هات كده المكمل بتاعه، حاضر اهو، ثلاثة سي تي تي اي اي جي. اوكي، بيقول لك ان انزيم القصر له موقع تعرف. يعني ايه موقع تعرف؟ يعني نقطة ضعف. يعني مثلا هديك تشبيه بسيط، في قاتل مأجور كورولوس بيقتل بالفلوس، قلت له معلش يا كورولوس انا عايز اقتل فلان الفلاني، قال لي هات لي بس صوره ومليون جنيه. خلاص قبض المليون جنيه واديت له الصوره، بقى اسمه موقع التعرف. كورولوس مش هيمشي يقتل الناس اللي في الشارع، لا، هو عرف ان فلان الفلاني هو المطلوب، فهيقطع او هيقتل عند الصوره لما يلاقيها صدفه في الواقع بني ادم اللي هو مطلوب للقتل ده. هي دي الفكره. بمعنى انزيم القصر محطوط قدام دي ايه؟ مش شرط يقطع الا اذا كان موقع التعرف موجود. بمعنى هفترض مثلا ان في موقع تعرف للانزيم ده اسمه سي سي، يعني لما بشوف سي سي جنب بعضها كده بيقطع، مفيش هنا اي سي سي مع بعضها، يبقى انزيم القصر ده لا يقطع هذا الدي ان ايه. طب مثلا انزيم القصر ده هو موقع تعرفه ما بين الاي والجي، ساعه ما بشوف الاي والجي بيتجنن اهي، هيقص ما بين الاي والجي ده وما بين الاي والجي ده. فعلا فعلا دي اسمها موقع التعرف. يبقى انزيم قصر لما يتواجد عنده موقع تعرف على دي ان ايه بيقطع. طب بيقطع ازاي بقى؟ وموقع التعرف ده لازم يبقى كام؟ لازم يبقى من 4 ل 7 نيوكليوتيدات في اتجاه النهايه 3. مش فاهم منك اي حاجه، هتفهم وهتستوعب هتبقى زي الفل، ما تشغلش بالك. اقرا بس معايا كده وانت رايح ناحيه النهايه 3، اقرا اي اي تي تي سي. طب اقرا تحت كده اي اي تي تي سي، مش ملاحظ ان اتجاه القرايه فوق زي اتجاه القرايه تحت؟ ملاحظ. طب مش ملاحظ ان 1 2 3 4 5 عدد النوكليوتيدات مش هيقل عن 4؟ انت رايح ناحيه النهايه 3 ومش هيزيد عن 7. تصدق 1 2 3 4 5 مش هيقل عن 4 ومش هيزيد عن 7. طريقه القطع اطراف مائله لاصقه، مش فاهم يعني طرف كده بالورد، اطراف مائله لاصقه. يعني لو انا خدت التتابع ده كده اهو الاقي سي تي تي اي اي جي اللي بعد عنه كده ده طرف مائل وده طرف مائل، يعني القطع مش اطراف مساويه، لا اطراف مائله لاصقه. واحده واحده عليا يا مستر لو سمحت عشان مش فاهم منك حاجه. طيب بص بقى يا سيدي، عد معايا. واحد، اي انزيم قصر قادر على قطع اي دي ان ايه مهما كان نوعه. تعرف، يعني ما ينفعش اقول القاتل المأجور دهوت هيقتل اي حد، مفيش حاجه اسمها يقتل اي حد، لا يقتل اي حد واخد له صوره وواخد ثمن ايه قتله، هو ده موقع التعرف بتاعه. فاي انزيم قصر قادر على قطع اي دي ان ايه؟ يعني السؤال يجي هنا ازاي؟ يقول لي ده دي ان ايه وده انزيم قصر. هل من الضروري اذا توافر انزيم قصر امام دي ان ايه ان يقوم انزيم القصر بقطع الدي ان ايه؟ اقول له لا، ليس من الضروري الا اذا كان موقع التعرف موجود. لو موقع التعرف بتاعه موجود على الدي ان ايه هيقطع، مش موجود مش هيقطع. طيب انا فهمت اول جمله كده. ثاني جمله، موقع التعرف بيكون من 4 ل 7 نيوكليوتيدات في اتجاه النهايه 3 شرطه، يعني وانت رايح ناحيه النهايه 3 شرطه ما يقلش عن 4 وما يزيدش عن 7. رقم 3، اتجاه القراءه موحد على الشريطين. طيب انا عايز اعمل كمان تتابع عشان افهم الثلاث نقط دول عشان يبقى فاضل لي نقطتين، تمام؟ اهو النقطه الرابعه اهي، شكل القطع
أطراف مائلة لاصقة ذات نهايات مفردة. واحدة واحدة، أنت المرة اللي فاتت خدت الجي والسي، حصرين الـ AA والـ TT، هذه 5 لـ 3، خدت التتابع المكمل 3 5 CTTAAG، قلت لك بقطع ما بين الـ A والـ G، قطعت بين الـ A والـ G، اقرأ فوق AATTC، اقرأ تحت AATTC، عد 1 2 3 4 5، ما يقلش عن 4 ما يزيدش عن 5، اقطع أطراف مائلة لاصقة، الشروط كلها موجودة قدامي. موقع تعرف، وده انزيم قص، وده دي ان ايه، طالما موقع التعرف بتاعه موجود يبقى هيقطع. جميل. كمان تتابع، كمان تتابع يا الاء، ايه رايك بقى انا هجيب الجي والسي هما اللي في النص وهحصرهم ما بين الاي اي والتي تي، وهقول لك 5 شرطه لثلاثه شرطه، هات لي المكمل يا الاء. هتبقى تي تي، ايوه، سي جي اي اي. حلو. لو قلت لك ان الانزيم بيقطع ما بين الاي والاي، الانزيم بيقطع ما بين الاي والاي، هعمل ايه؟ هروح احط سهم عند الاي وسهم عند الاي وسهم فين عند الاي الثاني. اه برافو عليك، اقراي كده يا الاء. ايه هتبقى اي جي سي تي تي. طب اقراي تحت اي جي سي تي تي. برافو، اتجاه القرايه فوق زي تحت. اه يبقى كده واحده متحققه اهي. طيب شكل القطع أطراف مائلة لاصقة ولا قطع متساوي؟ لا لا مائلة لاصقة. حلو. موقع التعرف عد كده 1 2 3 4 5. اه يبقى من موقع التعرف من 4 ل 7 ما زادش. جميل. وطالما في موقع تعرف انا قلت لك ان الانزيم ده هو بيقطع ما بين الاي والاي، يبقى ده اسمه موقع التعرف، وده دي ان يبقى يقطعه. الاربع شروط متوفرين صح؟ اه ماشي يا الاء برافو. طيب انا هروح لميري واقول لميري نفس التتابع اللي عملته الاء، اللي هو الجي والسي محصوره بين الاي اي والتي تي، وقال 5 وقال 3، وانا الشريط المكمل اهوت هسهل على ميري تي تي سي جي اي اي، وقلت لك ان الانزيم القصر ده يا ميري بيقطع بين الجي والسي، هعمل ايه؟ ميري حضرتك يا مستر، انزيم القصر يا حبيبتي بيقطع الدي ان ايه بين الجي والسي، اروح على الجي والسي واعمل سه، اروح على الجي والسي تحت واعمل سه. حلو تمام. تعال جرب كده ونشوف. ايه كده اسمه نصين بس ناحيه النهايه 3 من 4 ل 7، عد كده وانت رايح ناحيه النهايه 3، 1 2 3. لا مش من 4 ل 7، هما 3 بس، من 4 ل 7. اي نعم اتجاه القرايه فوق زي اتجاه القرايه تحت، بس انت اخليت بشرط موقع التعرف، يبقى ده مش انزيم هيقطع. وبعدين في نقطه، هل اتجاه القطع هيكون اطراف مائله لاصقه؟ شوف انزيم القصر يقطع كده وانزيم القصر يقطع كده، يعني هيقطع في اطراف متساويه، لا مش في اطراف مائله لاصقه. يبقى طالما اختل شرط واحد مش شرطين، يبقى هذا الانزيم لا يستطيع التعرف ولا قطع، ولا يكون موقع تعرفه على هذا الدي ان ايه، لان ده ما ينفعش يكون موقع تعرف. موقع التعرف بيكون من 4 ل 7 اتجاه القرايه فوق زي تحت، شكل القطع اطراف مائله لاصقه. حلو تمام يا مستر. ماشي يا مستر. نفس التتابع يا مان، جي وسي اي اي وتي تي، او تتابع تاني اهو، 5 ل 3 3 5 سي تي تي اي اي جي. انا عايز اقطع يا اماني بين ال A، انزيم الكسر بين ال A وال A، هعمل ايه يا امان؟ هعمل بين ال A وال A فوق وسهم بين ال A وال A تحت. اقراي فوق كده يا اماني. هنا من 4 A A A T T C، طب تحت A T T C نفس القرايه، 1 2 3 4 اه تنفع، 1 2 3 4 تنفع. اتجاه القطع هيبقى اطراف مائله لاصقه، اه هيبقى اطراف مائله، طالما ما هيش حته متساويه هينفع، يبقى ده ينفع يكون موقع لانزيم قصر. طيب فين بقى الشرط الخامس اللي انت مش عايز تقوله من ساعتها؟ بص يا ياسمين، لو انا افترضت ان
وليكن مثلا ايه، هقطع ايد اللي يسرق مثلا، يعني اللي هيسرق بقطع ايده، فجأة ابني سرق، احنا بشر ضعاف تمام. انا لو عرفت ان ابني سرق هل اقطع ايده؟ واحدة هتقولي طبعا المفروض والمعادل والمساواة، لكن بقلب الاب والكلام ده كله هقول لك لا، انا هشوف اي صرفة، زي ما بيحصل اي حاجة كده، اي حد بيعمل جريمة فبالتالي بنهرب الولد بره على اساس ان هو ما ياخدش العقاب، يعني الابن برضه والحاجات دي، مع ان انت لو بتحكم على حد تاني هتحكم عليه مش فاهم حاجه. هديك التشبيه بسيط، ينفع انزيم الكسر يكون بيقطع بين الاي والجي ويكون هو ذات نفسه عنده دي ان ايه، عليه موقع تعرف بين الاي والجي، يعني ينفع يقطع الدي ان ايه بتاع اللي هو بتاع الخلايا اللي هو بيحميها؟ لا طبعا ما ينفعش. طب الحل بيجي في ايه بقى؟ في حاجه اسمها انزيمات معدله، انزيمات معدله بتضيف مجموعه ميثايل عند موقع التعرف للتمويل. انا مش فاهم منك اي حاجه، هفهمك. هفترض ان في واحد قال لي ان في ناس بكره جايه تقتلك ولابسه اسود في اسود، فانا في الفيلا بتاعتي مع البادي جارد بتوعي قلت لهم اي واحد جاي بكره لابس اسود في اسود اقتلوه. المهم وانا ناسي كده قلت اما اخرج بقى عشان ما يبقاش في ضرب نار في المكان وانا موجود، فزي ما تقول لبست البدله السوداء بتاعتي والكرافات الاسود والقميص الاسود، اسود في اسود، ونازل بقى على السلم عشان اروح او عشان اخرج. ففجاه المدام عندي قالت لي، قال لها ده انت قايل لهم اللي لابس اسود في اسود يقتلوك، ده كده هيقتلوك. هي بقى ذكرتني، طب اعمل ايه؟ قالت لي البس البرنيطه البيضاء، الحزام الابيض، الجزمه البيضاء، كده هيبقى اسود في ابيض. وفعلا وانا نازل ما عرفونيش لان انا قايل لهم الشرط اسود في اسود. طبعا واحد يقول انا مش فاهم اي حاجه، اقول له هنكتبها كده اهو، اي انزيم كسر قادر على قطع اي دي ان ايه مهما كان نوعه وشرط وجود موقع التعرف ما عدا الدي ان ايه الخاص بخليته. ليه؟ لوجود اللي بيذكرك انزيمات معدله، اسم فاعل بكسر ما قبل الاخر، تضيف مجموعة ميثايل عند موقع التعرف كنوع من أنواع التمويه. طيب أنا همسح الخمسة دول وهكتبهم تاني عشان الموضوع ده يهمني أوي. نقول مرة تانية كده، تتابع اسمه جي سي جي وسي اي اي تي تي من خمسة لثلاثة، الشريط المكمل تي 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 اي اي جي. هل التتابع ده احفظه زي اسمك؟ طيب انتوا شايفين كويس ولا عدل السبوره ولا ايه؟ شايفين يا جماعه؟ طب الحمد لله. ف كرولوس، موقع التعرف يا كرولوس هو الانزيم كده، هيقول لي الانزيم يقطع ما بين الجي والاي، بيعمل لي كده، ده موقع التعرف. هتعمل ايه في التتابع اللي قدامك ده يا كرولوس؟ اعمل سهم عند ما بين الاي والجي وعلى الاي والاي والجي. برافو كده، هو حط الاسهم. طب بعد كده هقرا في الاتجاه للثلاثة. اقرا كده في اتجاه النهايه 3 هتبقى اي تي تي سي. طب اقرا تحت اي تي تي سي، فهم كده متطابقين، اتجاه القرايه فوق زي اتجاه القرايه تحت، يعني قرايه على الشريطين موحد وعددها كمان اكبر. أربعة واحد، لا ده خمسة، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى طالما وقع ما بين أربعة لسبعة يبقى معايا. طيب هل قطع متساوي ولا اطراف لاصقه او ما الى لاصقه؟ لا اطراف لاصقه. حلو قوي، ينفع ان يكون ان دي الدي ان ايه بتاع الخليه اللي بيحميها انزيم الكسر ده؟ لا ما ينفعش. لا. طب والحل ايه بقى؟ انزيمات معدله هتيجي على الموقع ده وتضيف ان هو سي اتش 3 وهنا اهو سي اتش 3، وانا ماشي بقى كانزيم هاخد بالي ان ده اي او جي؟ لا، انا هاخد بالي ان ده سي اتش 3 وان ده سي اتش 3 تمويه، وبالتالي دي الحاله الوحيده اللي ما يقدرش فيها انزيم الكسر يقطع الدي ان ايه. في حالتين ما يقدرش انزيم الكسر يقطع فيهم الدي ان ايه، الحاله الاولانيه ان ما يكونش موقع التعرف موجود، الحاله الثانيه ان يكون الدي ان ايه بتاع خليته هو حتى لو موقع التعرف موجود. يبقى نقول الخمس شروط لو سمحت. ها قول يا الاء، اي انزيم كسر قادر على اي دي ان ايه مهما كان نوعه بشرط ايه يا الاء؟ موقع التعرف. برافو، شرط وجود موقع التعرف.
ادي واحد. اتنين يا ميري، موقع التعارف تبقى من كام لكام؟ من 4 ل7. من 4 ل7 نيكوتيدات في اتجاه النهاية مين؟ 3. برافو. قولي يا ماني، القراءة بتبقى عاملة ازاي على الشريطين؟ في اتجاه النهاية 3. في اتجاه النهاية 3 القراءة بتبقى عاملة ازاي؟ على الشريطين. القراءه بتبقى موحده، مش متمر، بتبقى موحده، يعني اتجاه الشريط اللي فوق زي اتجاه الشريط اللي تحت في القرايه. تمام تمام. طيب انتوا نايمين يا اولاد ولا ايه مستر؟ انا النت عندي قطع وما سمعتش اصلا الحته دي كلها. بس لا حول ولا قوه الا بالله. طيب دي عايزه بقى تتسمع في التسجيل بقى يا ياسمين، لانها مجهده قوي. لا انا امان يا مستر. معلش يا أماني والله. تمام تمام تمام. الموضوعات اللي جاية وأنا في الآخر كده هحاول أعيدها لك تاني. رقم 4 يا ياسمين، الشكل القطع بيكون عامل إزاي؟ بيكون اسمه ده يعني أطراف اسمه ده لصقة و ذات نهايات مفردة. ذات نهايات مفردة. رقم 5 برولوس، اي انزيم كسر قادر على قطع اي دي ان ايه مهما كان نوعه بشرط وجود موقع التعرض مع عدد دي ان ايه الخاص بالخليه التي يوجد بها، خاص بخليته التي يحميها. طب ومين اللي هيمنعه؟ اللي هو سي اتش 3. لا، اسمها وجود انزيمات معدله تضيف سي اتش 3 عند موقع التعرض. انا كده خلصت، والتتابعين هم عشان ما حدش ينساه، الجي والسي محصورين بين الاي اي والتي تي من 5 ل 3 وتجيب المكمل. التتابع الثاني، الجي والسي هي اللي حاصره الاي اي والتي تي من 5 ل 3 اهو وتجيب المكمل. احفظها، الجي والسي محصورين بين الاي اي والتي تي، الجي والسي هما اللي حاصرين الاي اي والتي تي. وصلت الفكره؟ ماشي. كده خدنا كم موضوع يا شباب؟ اثنين. طيب تهجين الدي ان ايه كان اهميته ايه يا ميري؟ تعرف على القرابة بين السلالات. طيب قولي لي يا اماني، بعرف درجة القرابة ازاي؟ بقيت عن طريق سرعة الالتصاق والزمن اللي بيغيره، سرعة التكوين والالتصاق وتكوين لولب مزدوج ودرجة الحرارة لزمن فصل الشريطين. في وظيفة تانية يا ياسمين لتهجين الدي ان ايه؟ التأكيد على وجود جين معين ما، والكشف عن كمياته كمان وتحديد اذا كان موجود ولا لا من خلال شريط مفرد مشع صناعي. جميل جدا جدا. قول لي يا كرولوس، هي تهجين الدي ان ايه معتمد على ايه؟ يعني الفكرة كلها بجمع ايه وبسخن ايه وببرد ايه؟ قول لي كده. بجمع شريطين من دي ان ايه من فاضين مختلفين، بعد كده بقى في درجة الحرارة 100 درجة سيليزية. شرط شريطين، ممكن اكتر من شريطين، 3 4 عادي، يعني مجموعة دوالب مختلفة وبرفع درجة الحرارة. فبتتكسر الروابط الهيدروجينية من فصل الشريطين، ثم أيوة. بعد كده بيحصل عملية تبريد فترجع الشريط مرة تانية. عشان كده لما بيحصل لا قدر الله حريق او جثث بتتفحم، الطبيب الشرعي ما بيخشش ياخد عينة من الجثة وهي لسه بتطلع دخان، او لو هيروح يحللها لازم تبرد. ليه لازم تبرد؟ عشان الدي ان ايه اللي جواه يرجع ها لطبيعته، فلما هو يحلل يعرف الصفات الوراثيه. لكن لو حللها وهي لسه سخنه بتدخن هيلاقي الشرايط مفرده مش عارف يتعرف عليه. فهمتم؟ طيب تمام يا مستر. انا عندي كام انزيم كسر يا اماني؟ يا علاء قصدي، عندي كام انزيم كسر؟ 250. أكتر من 250، وتم اكتشافهم لأول مرة في البكتيريا فسموهم إنزيمات الكسر البكتيرية. الأكتر من 250 خطة عمل واحدة، هو إن أي إنزيم كسر قادر على، قول أنت، قادر على قطع أي دي إن إيه طالما في موقع تعرف. النقطة الثانية، لابد أن يكون موقع التعرف من 4 ل 5 نيكلوديدات في اتجاه من 3. من 4 ل 7 من 7 سوري من 4 ل 7 نيوكليدات في اتجاه النهايه 3.
ياسمين قصدي اماني، ايه الخطوه الثالثه يعني بعد ما انا هقطع اي دي ان اعدي موقع تعرف، موقع تعرف من 4 ل 7، ايه الخطوه الثالثه؟ ان انا القراءه في النهايه في الاتجاه تكون موحده زي القراءه تحت. برافو عليكي ياسمين. ايه الشرط الرابع؟ بيكون اطراف، يعني القواعد بتكون اطراف مائله لاصقه. لاصقه عشان سهل ربطها بانزيم ربط، يعني انزيم الربط هو اللي بيربط دلوقتي، وهنشوفها دلوقتي في الموضوع اللي جاي ده. المهم الكرولوس الخطوه الاخيره، الخطوه الاخيره ما عدا ان يكون الدي ان ايه الخاص بالخليه ذات نفسها. بس فل الفل يا جماعه، موضوعين تحفه. نروح على التالت بقى. ماشي نروح على التالت، اسمها استنساخ تتابعات الدي ان ايه. مين يقول لي زمان يجي من 2000 سنه كده 3000 سنه لو حابين يعملوا من كتاب 100 نسخه بيعملوا ايه؟ بيروحوا المكتبه ولا بيروحوا المطبعه ولا بيكتبوها على اللاب؟ من 3000 سنه فاتت لو معايا كتاب وعايزين يطبعوه 100 نسخه بيعملوا ايه؟ على بيعملوا بيعيدوا كتاب طبعا بالايد، كتابه يدوي، بيروحوا يجيبوا شويه ورق كده على ورق البردي ويقعدوا يجيبوا ادوات حبر وريشه او غابه ويقعد يكتب. يعني ممكن لو كتاب 100 صفحه وعايز منه 100 نسخه ياخد منه زمن قد ايه مثلا؟ لا كتير، يعني مثلا ممكن يخش في سنتين مثلا، ممكن صح؟ طيب انا النهارده عايز اطبع كتاب 100 ورقه هعمل ايه؟ نروح المطبعه، مطبعه او المكتبه، وهياخد وقت قد ايه عشان اطلع 100 نسخه؟ ساعه اكتر حاجه مثلا، ساعه ساعتين يا سيدي، حتى يوم مش قضيه. هيقول لي عدي عليا وانت طالع من المدرسه خد ال 100 نسخه، يعني وقت لا يقارن. وصلت؟ طيب انت بتسالنا السؤال ده ليه؟ عشان زمان لما كان حد بيتعب وعايزين له دواء كان بيتعمل بطريقه اسمها طريقه المحتوى الجيني، لكن دلوقتي لو انت عايز دواء لحد بيتعمل بطريقه اسمها طريقه النسخ العكسي. صحصحوا معايا عشان انا لما هرجع لك الجزء دوت هتكتشف ان انا قاعد دلوقتي بتكلم في جزئيه في الامتحان وش. طيب واحده واحده بقى معايا وصحصحوا. في ناس ممكن تتحرج مثلا، يعني مثلا هفترض ان كرولوس راح يركب عربيه ميكروباص وهو جاي من الجامعه، فلا اخته راكبه هي وزميلاتها في الميكروباص، لدرجه ان هو زمايلها اخته كلهم راكبين واخته راكبه معاه. لو كرولوس حب يدفع لاخته بس هيبقى شكلها محرج وهي مش عارف ايه، طب ما كنا ندفع له احنا مش عارف ايه. لكن في طريقه تانية ممكن يتبعها كرولوس يقوم دافع للعربيه كلها، خلاص يا جماعه انا حاسبت لكم ده عشان هو يحاسب لاخته. في طريقه تانية عمليه، تمام؟ شافها هو لسه راح تركب قام عاطي لها الفلوس او حاسب للسواق وقال له في اتنين انا وواحده جوه، المهم قال لها بطريق غير مباشر طريق معين سيم ما بينهم، خلاص هي كانها حسبت وبالتالي كانه حاسب لها هي لوحدها بس والباقي بقى براحته. طيب افهمكم بقى، افترض ان انا محتاج جين انسولين، ده جين انسولين نفسي احصل من جين الانسولين ده على قول مثلا 1000 نسخه. في طريقتين احصل بيهم على ال 1000 نسخه، طريقه هتاخد مني يجي سنتين وطريقه هتاخد مني دقيقتين. تعال نروح للطريقه اللي هتاخد مني سنتين. يقول لك طريقه المحتوى الجيني، انا بقى بسميها طريقه اي وكل قص ولزق، دي تسميتي انا، ده شغل انا مش في الكتاب الكلام ده. طريقه اي وكل قص ولزق، ايه اي وكل دي؟ اي ثلاث حاجات وثلاث وكل ثلاث حاجات، اي خليه جسديه، اي بكتيريا، اي كائن دقيق. هجيب من اي خليه جسديه كل الدي ان ايه، هجيب من اي بكتيريا كل البلازمدات اللي هو الدي ان ايه الحلقي ده، هجيب من اي كائن دقيق كل انزيمات الكسر اللي احنا لسه شايفينها من شويه.
يعني هجيب حوالي 250 انزيم كسر ويجي بلازمدات كتيره قوي، تمام، ودي ان ايه كل اللي في الخليه اللي هم 46 جزيئه، امال مفيش مشكله، مع ان الموضوع ده مكلف وبياخد وقت. انت عايز تقعد تطلع كل الدي ان ايه اللي في الخلايا، اي خليه جسديه يعني جلد شعر ظافر اي خليه جسديه تقابلك، ماشي. ده انا عايز انسولين يا استاذ، بقول لك هات لي اي خليه جسديه ان شاء الله ظافر حتى جاهز، هروح لاي خلايا جسديه اجيب منها كل الدي ان ايه، هروح لاي بكتيريا اجيب منها كل البلازمات، هروح لاي كائن دقيق اجيب منه كل انزيمات الكسر، هضيف كل انزيمات الكسر على البلازمات وعلى الدي ان ايه. الانزيمات الكسر هتقطع البلازمات وهتقطع الدي ان ايه، يبقى دي طريقه قص. هلزق بقى، هاخد كل حته دي ان ايه بشري الزقه على البلازميد اللي شبهه باعتبار ان الدي ان ايه شفرته واحده عالميه، يا سلام، يبقى قص ولازم. اقعد اجيب كل حته دي ان ايه والزقها على البلازميد واربطها بانزيم ربط، واحطهم جوه الخلايا البكتيريه تاني واسيبهم يكتروا، يعني هتتضاعف مع الخلايا البكتيريه وهي بتتضاعف، وبعد ما يتضاعفوا ما اطلعهم، وبعد ما اطلعهم اضيف عليهم انزيمات الكسر تاني. شفت الطريقه الممله؟ هيتقطع ويتقص لجينات وانزيمات كسر وبلازمات مقطوعه. هنقعد نفرز بقى الجينات دي، يعني هنجيب كده زي انبوبه ونجمع جين الانسولين، جين الهيموجلوبين، جين الكيراتين، جين زفت الطين، اي جينات موجوده في جسم الانسان انا تقريبا عملت لها اكسار، مع ان انا كنت طالب منك ايه؟ جين انسولين. زي بالظبط كده لما يكون واحد طالب من واحد نتيجته في الثانويه العامه، لو سمحت يا عم انا محتاج نتيجتي في الثانويه العامه، قام رايح جايب له الكشف المحافظه بتاعته واعطيه له، قال له خد كشف المحافظه بتاعتك اهيت وطلع انت اجابتك بقى براحتك او درجتك براحتك. اهي دي زيها بالظبط، غير واحد جاب لي النتيجه بتاعتي بس خلاص. تاني، طريقه المحتوى الجيني، بيبقى مطلوب جين معين، فزي ما تقول انا بروح اجامل كل المحتوى الجيني عشان اجيب الجين ده، حاجه غريبه قوي. زي بالظبط كده واحد دخل مطعم فطلب يتغدى، قال لهم انا عايز ميكس جريل، تمام، او عايز طبق نص مشكل كباب وكفته، فاحتاروا من يجيب له كباب وكفته منين، قاموا رايحين جايبين له جاموسه ذبحوها نظفوها تبلوها حطوها على الشوايه كلها وطلعوها له. الراجل بقى له قاعد يجي اسبوع مستني على ما ذبحهم ونظفهم وتبلهم، كان مات من الجوع، وحط له بقى الجاموسه قدامه وقالوا له خد اللي انت عايزه منها بقى، خلاف ما واحد بيمد ايده يجيب القطعه اللي هو عايزها يعملها له اللي هو عايزها. فهي دي، انا هروح لطريقه اي وكل، اي خليه جسديه بجيب منها كل الدي ان ايه، اي بكتيريا بجيب منها كل البلازميد، اي كائن دقيق بجيب منه كل انزيمات الكسر، اضيف كل انزيمات الكسر على البلازميد وعلى الدي ان ايه، اتقطع الدي ان ايه واتقطع البلازميد، الزق الدي ان ايه على البلازميد بانزيم ربط، احطهم جوه خليه بكتيريه، اسيبهم يتكاثروا، اطلع البلازميدات اقطعهم بانزيمات كسر تاني، افصلهم بالطرد المركزي البلازميد لوحده المقطوع والجينات لوحدها، اخد الجينات كل نوعيه جينات شبه بعضها احطها في انبوبه مع بعضها، وفي النهايه اقول له اتفضل الف جين انسولين، اهو يكون الراجل الحمد لله مات بقى له سنتين وما لحقناش نسعفه. وده اللي كان بيحصل، ان مثلا حد مهم يحصل انه ما فيش دواء، يقول له حاضر احنا بنبذل قصارى جهدنا دلوقتي ان احنا بنعمل ابحاثنا عشان نعمل لك الدواء، وفجاه الراجل يموت وبعد ما يموت بثلاث سنين الدواء يطلع. دي اسمها طريقه المحتوى الجيني، فهمتوها ولا اعيدها تاني؟ هشوفها، طريقه المحتوى الجيني يا ماري. في طريقه المحتوى الجيني ببدا بمين؟ بروح اجيب ايه؟ كل دي اي دي ان ايه في الخليه الجسديه اقولها بس الاول، اي خلايا جسديه اجيب منها كل الدي ان ايه، برافو. طيب اماني، الخطوه الثانيه بروح لاي مين؟ اي بكتيريا اجيب منها كل البلازميد، برافو عليكي. ياسمين بروح لاي ايه ثالث؟ اي كائن دقيق اجيب منه كل الله ينور. كورولوس بعمل ايه بعد كده؟ بعد كده بقطع كل الدي ان ايه، باخد انزيمات الكسر واديها للبلازميد واديها للدي ان ايه، اضيف انزيمات الكسر على البلازميد وعلى الدي ان ايه. حلو، هيتقطع الدي ان ايه ويتقطع البلازميد، لازم اضيف انزيمات الكسر تقطع، يبقى ده قص، وبعدين الزق كل قطعه دي ان ايه بشري على يعني على البلازميد المقطوع بقليه. جميل، واعمل ايه بعد كده بعد ما الزقهم بانزيمات ربط؟ بعد كده ارجعهم للبكتيريا تكاثر. ماشي، ارجعهم للبكتيريا تكاثر. قولي لي يا الاء، بعد ما تكاثروا اعمل فيهم ايه؟
بعمل عزل الـ DNA اللي أنا عايزاه المرغوب لا لسه 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 بعمل إيه؟ لا. بضيف عليهم إنزيمات الكسر بعد ما طلعتهم من الخلايا البكتيرية يتقطعوا تاني، وأفصلهم بالطرد المركزي البلازميد المقطوع ماليش دعوة بيه، والجينات اللي طلعت أعمل لها فرز وجزأها كل واحد لوحده، وأبقى أحصل على الجين اللي أنا عايزه. طبعا الطريقه اللي قدامك طريقه مكلفه في الوقت والطاقه، بس ما كانش قدامهم غير كده. هو كان من 3000 سنه في طريقه تانية غير انهم يكتبوا الكتاب بايدهم؟ لا ما كانش طريقه تانية. عشان كده طريقه المحتوى الجيني وقت ما كانت موجوده كانت هو ده الحل المتاح، لحد ما ظهر قدامنا النسخ العكسي. ايه بقى طريقه النسخ العكسي دي؟ بصوا معايا، الموضوع ابسط مما تتخيل. بروح مش لاي خليه بقى جسديه، لا بروح للخليه معينه، الخليه النشطه، النشطه في انتاج الجين. مش انت حضرتك عايز جين انسولين؟ اه، روح لخلايا بيتا بجزر لانجرهانز. محتاج هيموجلوبين؟ روح لكرات الدم الحمراء. محتاج كيراتين؟ روح لبشره الجلد. محتاج ثيروكسين؟ روح للغده الدرقيه. يعني روح للمصنع، الخليه النشطه. طيب هروح بقى اجيب كل الدي ان ايه؟ لا 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 لا، روح على السيتوبلازم هتلاقي الام ار ان ايه موجود. روح على السيتوبلازم هتلاقي الام ار ان ايه. اسحب الام ار ان ايه اللي هو شريط من 5 ل 3 واعمل له عمليه نسخ عكسي، يعني حوله ل 3 5 دي ان ايه. اه والله. وانا اجيب انزيم النسخ العكسي ده من ايه؟ من فيروسات الايدز والانفلونزا وشلل الاطفال او الكورونا، بنستعيره منها كده من اي فيروس، نحطه على الام ار ان ايه، يقوم مرجع لنا الدي ان ايه، واقوم جايب انزيم بالمره مكمل الدي ان ايه، الشريط المكمل بتاعنا. طيب ميري، وانا لو نسخت الام ار ان ايه نسخ عكسي يديني كام جين؟ واحد. برافو، لان لما كنت بنسخ الدي ان ايه الام ار ان ايه كان بجين واحد. طيب انا هعمل ايه بقى في الجين اللي انا طلعته ده؟ في جهاز اسمه البي سي ار، جهاز انتوا سمعتوا عنه في الفتره اللي فاتت في الكورونا. جهاز البي سي ار بواسطه انزيم اسمه تيك بوليميريز بيتحط الجين ده فيه، على ما تشرب القهوه بتاعتك يكون الالف نسخه طلعوا. الانزيم ده صناعي، بيشتغل في درجه حراره عاليه 80 درجه، يشارك الدي ان ايه، لا يشارك الدي ان ايه في بنائه، ولكن هو يشارك في استنساخ الدي ان ايه. تاني الخطوات دي واحده واحده عليا كده. طريقه الناس في العكس، ان انا بروح على اي خليه ولا خليه معينه؟ خليه معينه اسمها الخلايا النشطه حسب الجين اللي انت عايزه، واجيب منه الام ار، احوله بنسخ عكسي لشريط دي، اجيب اكمل الشريط دي لجين ببلمره، واحطه في جهاز البي سي ار بواسطه التك بوليميريز، يديني الجينات اللي انا عايزها، آلاف النسخ في عدة دقائق. تاني، قولي يا أماني، طريقة الاستنساخ بالنسخ العكسي، بروح لأي خلية ولا بروح لخلية معينة؟ بروح للخلية النشطة اللي هي فيها الجين اللي أنا عايزه. برافو. وبعد وبعد إيه يا ياسمين؟ باخد إيه من الخلايا النشطة يا ياسمين؟ معلش يا مستر، قلت أنا عشان ما كنت مسمعتش. أماني قالت لي انا بروح للخلايا النشطه اللي هي موضع انتاج الجين، وده الدي ان ايه بتاع النواه، وده الام ار ان ايه في السيتوبلازم. رحت للخلايا النشطه بعمل ايه يا ياسمين في الخلايا النشطه؟ باخد من الدي ان ايه ولا ام ار؟ هاخد الام ار ان ايه واعمل له نسخ عكسي. ايوه العكسي، الى شريط دي ان ايه 3 5. حلو. كرولوس، بتجيب الانزيم النسخ العكسي ده من ايه؟ من الفيروسات. لا، فيروسات كده غلط، من فيروسات الايدز والانفلونزا وشلل الاطفال والكورونا، اي واحد منهم. اللي هي فيروسات المحتوى الار ان اي. الله ينور عليك، عايز تقول بقى فيروسات محتوى الجين ار ان اي. طيب هو ينفع اشتغل بشريط مفرد من الدي ان ايه؟ لا، لازم اعمل له بلمغه. طيب بعد بلمغه تاني بلمغه، يبقى 5 3. ده كام جين؟ ده كده جين واحد. طيب الاء، بعمل ايه في الجين ده الاء؟ بعمل له بناء مع شريط المتكامل. لا لا لا، اه انا عملت شريط متكامل، اهو اعمل فيه ايه بقى بعد كده؟ احط في جهاز بي سي ار بواسطه انزيم اسمه تيك بوليميريز، دقائق يجيب الاف النسخ. التيك بوليميريز ده انزيم صناعي بيشتغل في درجه حراره عاليه، يشارك في استنساخ الدي ان ايه، ولا يشارك الدي ان ايه في تكوينه. مين الطريقه الافضل يا ميري، المحتوى الجيني ولا النسخ العكسي؟ النسخ العكسي.
طب قولي لي يا ميري، اول موضوع انا اتكلمت فيه كان ايه؟ من التهجين، وتاني موضوع الموضوع اللي هو انزيمات الكسر، وتالت موضوع استنساخ الدي ان ايه. استنساخ الدي ان ايه. حد مزعلك يا ميري؟ طيب ماشي، تهجين وكسر واستنساخ، حلو قوي. في اي مشكلة في الثلاث موضوعات دول؟ لا يا مستر، تمام. طيب حد تاني حاسين ان هو سهل؟ ايه مستر، او تمام الحمد لله. نروح على دي ان ايه معادل اتحاد، واسمع بقى الكلمتين اللي انا هقولهم دول. دي ان ايه معادل اتحاد، فاكرين لما كنت بقطع اطراف مائله لاصقه واحطها واجيب البلازميد يكون مقطوع اطراف مائله لاصقه برضو، احط قطعه من ديات عليه واربطها بانزيم ربط، كان اسمه دي ان ايه معادل اتحاد. هو معنى ان انا اقطع البلازميد واقطع دي ان ايه بشري واحط الدي ان ايه البشري على دي ان ايه بكتيري، اسمه دي ان ايه معادل اتحاد، انا اللي قعدت اتحاد. الدي ان ايه معادل اتحاد فيه ثلاث كلمات، في واقع وفي احلام وفي مخاوف ومخاطر. الواقع 1 2 3 4، الاحلام 1 2، المخاوف 1. مفيش طريقه احلى من اللي انا بشرح لك بيها ديت للي موجود في الكتاب. اولا الدي ان ايه معادل اتحاد تم على ارض الواقع انتاج جين الانسولين بطريقه تجاريه سنه 1982 في امريكا، وتم على ارض الواقع برضو انتاج 15 جين انترفيرون. الانترفيرون ده عباره عن ماده بتطلع من الخلايا المصابه للخلايا السليمه في الجسم بتنبهها عشان توقف تضاعف الفيروسات. فاحنا بقى زودنا خدنا 15 جين انترفيرون من الجسم وعملناهم زي ادويه من بره. ثلاثه، نقلنا جين النمو من انسان حطيناه في فار وطلع فار بحجم الانسان، تخيل، او ضعف حجمه، او فار كبير حتى نقلنا من الفار الصغير. يعني جبنا من الفار اللي بيتعمل لانشون للفار اللي بيعمل هوت دوك، حلو كده. المهم نقلنا جين النمو من الفئران اللي بتتعمل لانشون للفئران اللي بتتعمل هوت دوك عشان يدي حجم اكبر وندي لانشون اكتر. الخلاصه اللي ده تم على ارض الواقع. رقم اربعه، تم نقل جين لون العين الياقوتي الاحمر مكان لون العين البني في حشره الدروسوفيلا. تخيل كده عالم قاعد مع نفسه ما عجبوش لون عين الدروسوفيلا، قال لا اللون البني ده مش ماشي مع لون الجاكيت بتاعي، انا هغير في الخلايا التكاثريه بتاعتها لون العين البني ده وخليها تطلع لون عين احمر. وفعلا ده تم على ارض الواقع، مما ادى الى مخاوف واحلام. متخيل كده لما واحد يقعد يحكي لك على تقنيات التكنولوجيا وانا ممكن اعمل واسوي واترك و و و و و وفجاه يقول له ده انا بحلم اعمل كذا، والتاني يقول له ده انا خايف يعملوا كذا فينا. اهو ده اللي حصل، تم ادخال دي ان ايه من كائن لكائن حي اخر باربع حاجات على ارض الواقع: انتاج انسولين سنه 1982، 15 جين انترفيرول، نقل جينات من النمو من الفار او من انسان لفار تاني حجمه صغير عشان يدي حجم اكبر، نقل جين لون العين الياقوتي الاحمر مكان لون العين البني في حشره الدروسوفيلا. الاحلام بقى، الناس اول ما شافت الواقع ده قالت لك لا ده انا بحلم بقى يجي اليوم اللي ما عدتش اتعالج بالعقاقير ولا بالدواء، اتعالج علاج جيني. اتعالج علاج جيني ازاي؟ يعني مثلا لو واحد عنده سكر، بيجي السكر ده منين؟ تلف جين الانسولين، فبيضطر ياخد بياخد انسولين من بره. يقول لك لا انا هعمل عمليه صغيره انا خالص، هشيل جين التلف في خلايا بيتا واحط جين سليم فريش، وبالتالي ما عادش اخد انسولين، تبقى تعب مره واحده وملوش اثار جانبيه. اللي هو زي بالظبط مثلا العربيه بتاعتك فيها حاجه عطلانه، رحت لواحد صلح الحاجه العطلانه دي بس باظت تاني، في واحد تاني يقوم واخد الحاجه العطلانه دي راميها ويقوم جايب لك قطعه جديده بس العربيه تمشي كويس. فالعلاج الجيني افضل من العلاج بالعقاقير. يعني الجين اللي اصابه العطب او التلف استبدله بجين سليم ورايح دماغي. واحد نظره ضعيف ولبس نظاره، طب ليه؟ انا اعمل له عمليه، اشيل جين البصر الضعيف واحط له جين عينين الصقر يشوف الميه في الارض، وانا حر براحتي. طيب ايه رايك كمان في حلم نقل الجينات بتاعه البقوليات اللي بتقدر تستضيف البكتيريا العقديه
وتوفر نيتروجين التربه والاسمده مكان النباتات ما بتقدرش. يعني هديك تشبيه بسيط، الفول الاخضر يا اولاد بيتزرع على اي ارض كده، في اي ارض على الحواف بتاع الارض، ما بياخدش اسمده. يعني لو الفلاح باعه بجنيه كيلو كسبان مش خسران حاجه. في بقى محاصيل بتاخد بال 30 40 الف سماد، لو الفلاح باع الكيلو اقل من 30 جنيه مثلا يخسر، ما يجيبش تكلفته، فبيضطر يبقى في محاصيل غاليه ومحاصيل رخيصه. قال لك المحصول ده رخيص ليه؟ عشان ما خدش التكلفه. وايه اللي ما خلوش ياخد تكلفه؟ قال لك اصل بيستضيف البكتيريا وبيثبت النيتروجين لوحده ومحتاجش اسماد. طب ما ناخد احنا الجين منه ونضيفه في نباتات من اللي بتاخد اسمده، ونوفر اسمده ونحمي التربه من التلوث. دي كلها احلام، لسه ما فيش واقع من دول. المخاوف بقى، كانوا خايفين يجيبوا جين سام من بكتيريا معينه ويحطوها في بكتيريا عاديه خالص من اللي بتعيش في جسمنا ويطلقوها في الغذاء او الماء او الهواء وتجيب امراض. وده طبعا نفس الفكره اللي حصلت مع الكورونا، بس قال لك البكتيريا اللي بتستخدم في التجارب دي شرشه كولاي، واول ما بياخدوها يعملوا عليها تجارب بتعيش في حياه انابيب الاختبار لدرجه ان ما تعرفش تعيش في جسم الانسان تاني. يعني تخيل معايا كده، واحد وديناه ياخد دكتوراه في امريكا، وقعد هناك ياخد في الدكتوراه ديت ويدرس ويدرس يجي 20 سنه، وبعدين قمت قايل له تعالى بقى عيش في مصر، مش هيعرف يعيش. شاف طريقة عيشة هناك وحياة هناك ووضع تاني، لو جه هنا شاف الحاجات الجميلة انت عارف بقى هيطفش تاني. وبالتالي الفكرة كلها ان هو على حسب التعود. يبقى انا عندي تهجين الدي ان ايه، واقع احلام مخاوف. الواقع 1 2 3 4، الاحلام 1 2، المخاوف واحدة بس. انا الدي ان ايه معادل اتحاد، ما عادش فاضل غير 5 دقايق وخلص المنهج. كل سنة وانتم طيبين. بس الأول أسأل في دين إيه معادلة الاتحاد، وأقول لميري إيه هي الواقع اللي العلماء حققوه يا ميري في دين إيه معادلة الاتحاد. إن في أنسولين يتعامل. عارفة الأول كانوا بيعتمدوا على أنسولين مين؟ الخنازير والماشية. لما لقوا بيعمل فروق في الجسم وأرتكاريا وحساسية قال لك لا 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 نعمله بشري. طيب وأمانة تقول لي كمان واقع ان هم انتجوا الفيرونات، الانترفيرونات 15 جين طلعوهم من الجسم وانتجوا انترفيرونات، لدرجه ان انت لو عندك برد الوقت اهو وعندك لقاء تلفزيوني بعد ساعه وخدت حقنه انترفيرون، البرد ده هيروح في لحظه. تمام تمام. بس طبعا الحقن دي غاليه، في الاول كانت غاليه الوقت بقت رخيصه شويه. ياسمين كمان واحده كده في عالم الواقع بتاع الدين، هي معادله الاتحاد. نقل لون عين، جين لون العين. الياقوت الاحمر مكان مين؟ مكان البني. قول لي يا كرولوس الحاجه الرابعه. نقل جين اللي هو النمو من الفار او الانسان الى فار احجامها صغيره. برافو، فتدي فار ضعف حجمه. طيب الاء ايه هي الاحلام اللي كانت العلماء حلموها او الناس حلمتها يعني تأملها يعني؟ أول نقل الجينات البقولية اللي هي بتستطيع تكوين النيتروجين زي الفول كده، واللي هو العلاج الجيني. والعلاج الجيني، العلاج بالجينات بدل العلاج بالعقاقير. أمال إيه المخاوف يا ميري؟ اللي هو جين سام يدخل في الخلايا البشرية. برافو، عن طريق بكتيريا اللي بتعيش في جسمنا وانشرها في العالم كده سواء مية أو هواء أو غذاء. ولكن وجدوا ان البكتيريا اللي بتتعامل على التجارب دي هي شرشة كولاي، لما بتتعامل على التجارب ما بتعرفش تعيش تاني في جسم الانسان، تبقى خالد على حياه انبوب الاختبار. اخر حاجه الجينوم البشري، ده كان عندكم في اولى ثانوي على فكره. سنه 1980 العلماء عرفوا ان في 450 جين في جسم الانسان. سنه 1985 العلماء قالوا لا ده مش 450 يا جماعه، ده 1500 جين، حتى منهم جين الكوليسترول وجين السرطان. يعني ده اكتشاف السرطانات والكوليسترول دي في التاريخ ده. بعدها بقى سنه 1990 لحد هذه اللحظه قال لك لا 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 ده مش 1500 جين، ده من 60 ل 80 الف جين موجودين في جسم الانسان. العلماء عارفه نصهم او اكتر من نصهم، يعني عارفين اكتر من 30 ل 40 الف. المهم من ضمن الجينات ديت لازم نفهم حاجه خدناها في اولى ثانوي
اسمها الطرز الكروموسومي، وترتيب الكروموسومات تنازليا حسب حجمها. العلماء لقوا ان الكروموسومات نظام قابل، كل اتنين قد بعض بس لقوها ايه، في كروموسوم كبير وحاجات صغيره كده، فرتبوها من 1 ل 23. فلما لقوا الكروموسوم الجنسي في وسط الكروموسومات كده الجسديه، قالوا لا عيب ما يصحش، هتروح حطوه في الاخر هنا، حطه في جنس رقم 23 وضم بقى من 1 ل 22 يبقى جسدي. هيبقى هو كان المفروض واخد رقم 8 يعني يالي السابع، قالوا له لا تعالى انت في الاخر عشان انت مختلف في نوعك. من ضمن الكروموسومات دي بقى 8 و9 و11 و23، لازم احفظه. 8 عليه جين البصمه، جين الطب الجنائي. 9 عليه جين فصائل الدم عند كل البشر. 11 عليه الانسولين والهيموجلوبين، الانسولين والهيموجلوبين. 23 عليه عمل الوان والهيموفيليا. طبعا الهيموفيليا اللي هي نزف الدم، وعمل الوان اللي عالم التمييز بين الالوان خاصه الاحمر والاخضر. نقول تاني، سنة 1980 كانوا 450 جين، 1985 1500 جين منهم الكوليسترول والسرطان. حاليا العلماء عارفه من 60 ل 80 الف ان في جسم الانسان محمولين على 23 زوج من الصبغيات، بس العلماء عارفه نصهم، من ضمنهم الكروموسوم رقم 8 عليه جين البصمه، الكروموسوم رقم 9 عليه فصائل الدم، رقم 11 عليه الانسولين والهيموجلوبين، رقم 23 عليه عمل الالوان والهيموفيليا. حلو قوي قوي قوي. وترتيب الكروموسومات حسب حجمها اسمه طرز كروموسومي. لحد ما جالنا بقى ايه، ما هي اهميه الجينوم البشري؟ قال لك الجينوم البشري ده بيستخدم في حاجات لذيذه خالص، منها تحسين النسل. احنا عندنا عاده غريبه هنا ان لو واحده حامل جوزها بياخدها للدكتور، بيحط الدكتور جهاز السونار والجل ويقعد يتحرك ويقول اه كويس، المايه كويسه، الجنين وضعه جميل، وخلصنا على كده. مفيش الكلام ده بره. بره بتسحب عينه من السائل الرهني وتعمل له تحليل كروموسومي، ونشوف الولد ده هيبقى عنده سكر ولا مش هيبقى عنده، ولو هيبقى عنده نعالجه وهو لسه في بطن امه، هيبقى عنده صفره ولا مش عنده، وبدل ما نقعد نعالج الامراض دي بعد ما يتولد، لا نعالجها قبل ما يتولد. نظره ضعيف ولا نظره قوي؟ لا طالع نظره ضعيف، لا ده انا اديله جينات تعدله وهو لسه، ادويه تعدله. يعني من الاخر كده بصلح اي خطا في الطفل وهو لسه بيتخلق، وبالتالي بحسن النسل. يعني بيتولد طفل وانا عارف ان ما عندوش امراض، يعني مش هودي الطفل للدكتور مجدي يعقوب، لا 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 انا مش هحتاجه خالص، لان انا هعالج الثقب اللي في القلب ده من وهو لسه جنين. اسمها تحسين النسل. انتاج عقاقير اكثر امانا، زي نظام تقنيه العلاج الجيني، معرفه الجينات المرضيه والجينات المسببه لعجز الامراض. حلو قوي. مقارنه الدي ان ايه ببعضه، بانسان بانسان، والحاجات وقياس درجات القرابه وقياس التطور. لدرجه بقى ان في جمله جميله قوي الكتاب خاتم بيها، اللي هي ايه بقى، اعطني خليه من جسدك اقول لك من انت. مش معنى الكلام ده ايه، يعني مثلا لو انا دلوقتي هفترض ان واحد بيقتل واحده، المفروض انها تاخد منه عينه قبل ما تموت، يعني بتسلمه بس بعد ما تموت، يعني اخربشه، اشد شعره واكبشهم في ايدي كده، اعوره يبقى فيه دم وخلايا كده في خلايا الضافر، عشان هيجي الطب الشرعي هياخد خلايا الجلد دي ويحللها ويعرف منها ان ده فلان الفلاني القاتل. الافضل خليه جسديه ولا مشيك؟ قال لك والله الافضل خليه جسديه، بس لو مش متاحه خلايا جسديه خلاص هيبقى مشيك. ليه؟ بص معايا، لو واحد طويل في الخلايا الجسديه بيبقى تي كابتل تي كابتل او تي كابتل تي سمول. فتخيل لو هو مطلع امشاج، لو واحد طويل تي كابتل تي سمول، هيبقى تي كابتل يا تي سمول. يعني ممكن حيوان منوي يثبت ان هو قصير بس هو مش قصير، لكن الخلايا الجسديه هتعرفني اذا كان هو طويل نق ولا طويل هجين. يعني من الاخر الخلايا الجسديه بتدي صوره كامله على ملامح الشخص افضل من المشيك. وكان معانا درس الجينوم البشري، كان معانا منهج كنت اتمنى ابداه معاكم وانهيه معاكم كمراجعه، بس مفيش اي مشكله خالص. طبعا المشكله اللي حصلت، الزعل اللي كان حصل، ان كان وجهه نظر بس مختلفه بيني وبين الباشمهندس، فان انتوا ماشيين على نظام وانا كان ليا نظام. انتوا كنتوا ماشيين على نظام ان انت بتحل اسئله بي دي اف والحاجات الجميله، كل ده شيء جميل ورائع طبعا، انا ما بقولش عليه حاجه، ولكن في نقطه اقول عليها. يعني انتوا كنتوا متاخرين، الحمد لله خلاص انا كده قلبي مرتاح ومطمن، على الاقل ان احنا من اول واحد اربعه هنعرف نراجع، وهو ده السبب بقى. خلاص هيبقى في واجبات، مفيش ورانا غير حل الاسئله. موضوع الشرح ده هيبقى شرح نقاط،
الموضوع ده عليه بسرعه في الدقيقه افكرك بيه، لكن هتبقى بقى حل اسئله وواجبات وامتحانات وخلاص بقى، اللي انتوا كنتوا طالبينه هيبدا يتم. اما طبعا بالنسبه لحضور الطلبه معانا ده شيء مهم، يعني احنا عملنا الموضوع ده وكنت متخيل النهارده ان هلاقي 15 16 واحد معايا، الحمد لله نورتنا الاء، هي دي الزياده اللي كانت معانا من فتره، يعني برضو ما فيش تغيير. فطبعا المراجعات مش معناه ان انا بسال طالب يتحرج، انا دايما وجهه نظري بان اللي بيحضر في الحصه اللايف دي هم الطلبه الاقوياء. ليه؟ لان انا بسال ميري بتجاوب، اماني بتجاوب، ياسمين بتجاوب، كرلوس بيجاوب وبيناقشني، الاء بتجاوب، طيب خلاص يبقى ده طالب قوي. الطالب الضعيف معلش يعني مع احترامي للناس اللي غايبه ممكن يكون طبعا كلامي خطا، ولكن انا بعتبرها كده، يحاول باي شتى الطرق ان هو يهرب باي سبب من الاسباب باي حجه من الحجج عشان ما يحتكش معايا. واحده هتقول لي طب انا بحضر معاك كنت بجاوب، مستر بتقول كده ليه؟ انا بقول بعض الناس مش كلكم يعني. فغلط ان انا اهرب من المواجهه في الحصه، لان لازم اعمل لك مستوى توتر يا جماعه، مستوى توتر. تمام؟ ليه؟ مستوى التوتر ده هو اللي هيبدأ ملائم لمستوى اللجنة عشان أعرف أشتغل، لأن مفيش حاجة اسمها إن أنا أذاكر الحصة مسجلة وأجاوب براحتي على هدوء كده براحتي، لا لا لا، لازم أحتك والسؤال يتسأل وأتحرك في وسط زمايلي والكلام ده كله. الخلاصة إن إن شاء الله من الحصة اللي جاية هتكون أول حصة مراجعة، وأول حصة مراجعة تكون بمين؟ بدرس النهاردة. ومش كله كمان، ها؟ ده أنا هقول لك أنا هراجع مين؟ انا هراجع الجينوم فقط مع الدي ان ايه معادل اتحاد مع انزيمات الكسر بس، مفيش اكتر من كده، واحد اتنين تلاتة. وهتسمع معلومات في الجينوم ما سمعتهاش مني في الشرح العادي، وهتسمع معلومات في دي ان ايه معادل اتحاد ما سمعتهاش لا هي ولا انزيمات الكسر، وهتتمرن على مسائل انزيمات الكسر واسئله مباشره هنا، وبرضه هديك واجبات وهنحل تاني من الكتاب الجميل بتاعنا بتاع الامتحان، وعامل لك اسئله بي دي اف وكل حاجه هتبقى زي الفل. ما هو الساعتين هيبقوا اسئله يا جماعه وعلى موضوعات صغيره، فهتبقى المراجعه بتاعتنا بقى ان شاء الله. عموما احنا خدنا النهارده تهجين الدي ان ايه وانزيمات الكسر والاستنساخ، ومش عايز اقول لك ان الحصه دي دسمه، اقسم بالله انا ما بشرحها في المجموعات العاديه في حصه ابدا، ده انتحار اللي انا عملته النهارده ده. ولكن هنعمل ايه؟ انا يعني عزائي الوحيد ان انا هراجع الموضوعات اتنين موضوعين بموضوعين كده، ففي المراجعه هتتظبط يعني. لكن اللي انا عملته النهارده ده يعتبر شيء قاتل، ما يستحملوش غير طلبه اقوياء فعلا. الاستنساخ الدي ان ايه معادل اتحاد والجينوم البشري، والحمد لله موضوعات زي دهيت قدرنا في وقت قياسي، كان ممكن الماده ديت تبقى خلصانه على شهر خمسة، وطبعا دي مصيبه. حتى لو انت بتحل اسئله دوريه ما ينفعش، معلش يعني مع احترامي للايه لاي زميل يعني، لكن الفكره كلها دلوقتي الحمد لله ان احنا في امان الى حد ما، لحد ما راجع الار ان ايه كويس هبقى في امان الحمد لله. طيب كل سنه وانتم طيبين، اشوف وشكم بخير الحصه اللي جايه في ميعادنا يوم السبت من الساعه 11 كده يا جماعه. وخلينا بقى مثبتين مواعيدنا عشان انتوا عندكم مشكله في المواعيد. لا يا مستر تمام، بس سبت وتلات من تسعة من 11 لواحد عشان نبقى من 11. وانا هقول برضو للباشمهندس لو احنا جينا بدري شويه 10 10 ونص، بس خلينا عشان الدروس بتاعتكم يعني ميعاد ثابت من 11 لواحد ان شاء الله. والمره الجايه تكون اول حصه مراجعه، عد بقى الفنيات وعد الاستفادات وعد يعني عد الجمايل اللي جاي. تمام، توكلنا على الله. يا ريت نشجع زمايلنا لو انتوا بتتواصلوا مع بعض على الحضور، عشان انا عايز اوتر الطالب وهو قدامي اربكه. انا كنت بدل طالبه زمان شطوره قوي قوي قوي، ولكن اصطدمت بان راحت تمتحن في لجنه تخت عليها تراب مفيش مراوح وانت بتمتحن في شهر سبعة. وعايز اقول لك معلومه مهمه برضو، عايزك تتعود على جو اللجنه، بمعنى قبل الامتحانات للاقل بثلاث اسابيع مفيش حاجه اسمها نوم في توقيت اللجنه. يعني ناس كتيره منكم في الفتره اللي جايه بعد رمضان ان شاء الله هتلاقي بتسهر طول الليل وتنام الصبح، وده مشكله كبيره جدا. ممكن تكون بتنام في نفس ميعاد الامتحان، ميعاد الامتحان لازم تبقى صاحي من الساعه 8 الصبح للساعه 2، مع ان في طلبه كتير جدا بتبقى في التوقيت ده نايم، الساعه البيولوجيه بتبوظ. لازم قبل الامتحان بثلاث اسابيع
اكون معود نفسي ان انا اكون صاحي في التوقيت ده، لازم اكون معود نفسي ان انا بقعد 3 ساعات على كرسي خشب، كرسي خشب، ما احطش كرسي بظهر وبيلف ومنجد، او اقعد على السرير وراكن ظهري، او اقعد على المكتب بتاعي المريح، ما فيش الكلام ده. لازم ال3 اسابيع اقعد فيهم على 3 ساعات على كرسي خشب، لا بكلم حد ولا ماسك موبايل ولا بدخل حمام، لان ده نفس جو اللجنه اللي حضرتك، ويا ريت تبقى طافيل المروحه والتكييف، لان ما عندكش تكييف او مروحه هيشتغلوا في اللجنه فرضا يعني. انا عارف ان في مدارس مجهزه، لكن انا افترض للأسوأ تقدر تقعد لي 3 ساعات على كرسي خشب وما تردش على حد ولا تمسك تليفون ولا تدخل حمام وما تعدلش وجهتك اكتر منك ترجع ظهرك، وما تقعدش تلف لي في الاوضه ولا تقوم تبص في الموبايل ولا تروح البلكونه ولا تبعت لي قلب مكسور ولا الكلام الفاضي ده. انا مش عايز نهائيا اي جو بعيد عن جو اللجنه. يبقى اول 3 اسابيع اللي قبل الامتحان على طول مباشره انا اكون صاحي في التوقيت، اقعد في جو قريب من جو اللجنه بتاعي، احاول احل في مستوى توتر، يعني في دوشه في الشارع مفيش حاجه اسمها مش عارف اذاكر، الناس بتتشكل بره في البيت وانا مالي، علوا صوتكم كمان عشان اتعود، لان ما تفكرش ان اللجنه فيها هدوء ويجيبوا لك عصير ليمون ويطقطقوا عليه، مفيش الكلام ده، فيها توتر، فيها واحده صاحبتك هتقوم قايمه شاده في شعرها ومصوته، ويقوم واحد يمسك التخته وضرب المراقب، وهيحصل جو، في حاجات وارد زي ده انت طبعا مش متعود، لو انت شفت حاجه زي دي هتتوتر، ولو اتوترت هتبقى باظت. لا لا لا، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايز الناس تتشاكل وانا بذاكر برضه، تمام. كمان اتعود على حل الاسئله بطريق المهاره، يعني بسرعه في وقت قليل وافكر بسرعه، وده هيجي من خلال حل اسئله كتير قوي. لا المذاكره هتنفعكم ولا تكرار الشرح هينفعكم، امال اللي هينفعني ايه؟ حل الاسئله، حل اسئله كتير، تطبيق، وكل اللي يقف عليه حاجه المدرس يشرحها له، وانت تذاكر النقطه دي وتاخد بالك منها، وهتهتم بالموضوعات الاخيره في كل فصل، السطور الاخيره في كل صفحه، الحاجات دي هبقى انبهكم ليها. يعني القلم اللي هروح بيه اللجنه هو القلم اللي همسكه بقالي 3 اسابيع اشتغل بيه، تمام، نفس القلم، واقعد اكتب واخد بالي، تمام، واكتب في مساحات ضيقه، عشان في ناس من كتر ما بتكتبش كتير بتيجي تكتب بتضيع المساحه بتاعت السؤال، لا انا عايز اكتب دايما اجابه في مساحات يبقى خطي واضح ومتعود، مش رايح لسه بمسك القلم والقلم بترعش في ايدي، الحاجات دي بتفرق. طيب عموما ان شاء الله هتبقى المراجعه بتاعتنا غير، وانا بقول الكلام ده وانا عارف انا بقول ايه، هيبقى في استفاده قد اللي انت استفدتها من الشرح ديت مرات متعدده، والمراجعه هتتكرر، وكل مره هتبقى فيها حاجه تانية مختلفه، حتى ليله الامتحان نفسها هتروح تشوف حاجات انا بقول لك عليها تلاقيها في اللجنه بالظبط، رغم ان ده صعب شويه في النظام الحديث، بس الحمد لله كله ميسر لما خلق له، وانا عندي القدره والحمد لله والموهبه دي. طيب انا كده الحمد لله ختمت الحصه النهارده وختمت المنهج. لو انتوا طبعا محتاجين تراجعوا مع اي حد تاني انا تحت امركم، مفيش اي مشاكل، مش هزعل من حاجه، انا كده كده كملت الايه المنهج، عايزين تكملوا مراجعه انا تحت امركم، مفيش اي مشكله برضو، تمام، ونجرب، وكده كده طبيعي الحصص هي تجربه، شوف انت هتستفيد ولا لا. الكتاب طبعا هيبقى كتاب الامتحان عادي مفيش مشكله، ده منظر خارجي، لكن المعلومات اللي هتطلع من دماغي على السبوره ب1000 كتاب. تابع معايا دايما الحصه الارتجاليه، كميه الاسئله اللي هتطلع قدام عينيك، قول يا كرولوس، قول يا اماني، قول يا ميرو، كميه اسئله كان في ايه سيل من الاسئله نازل وافكار، حاول بس انت ايه تلحق تجمع بس. طيب حد له اي طلبات؟ محتاجه تقولي حاجه يا ميري؟ طيب محتاجه تقولي حاجه يا اماني؟ هو شكرا لحضرتك يا مستر، بس ممكن كمان اللي يعني الاسئله اللي حضرتك يعني بتبقى مكتوبه في الحصه او زياده تبقى معانا مثلا ورقه ليها او اي حاجه. بص انا هجيبها لك على بلاطه خالص يا اماني، تمام، انا جايز ديت يعتبر اول سنه اشتغل فيها اونلاين، انا بحب الشغل الاونلاين، انا بحب شغل التفاعل مع الطالب قدامي على السبوره، اللي شغل السنتر بتاعي، لما بحب اطبع الحاجه دي طبعا بطبعها بورق وبياخدوها من المكتبه وبيذاكروها، لكن انا هقدر اقول لك ان الاسئله اللي انا هعملها لك دي ابعتها لك PDF مشاركه، انا عندي فلاشه اهي، الفلاشه دي عليها مش عايز اقول لك فوق ال 10000 سؤال احياء وجيولوجي، تمام، انا مش هبخل عليكم بولا سؤال فيهم،
دي هبعتها لكم وهنحل مع بعض، بس ده طبعا في وقت المراجعه عادي مفيش اي مشكله. وبالنسبه لوقت الاسئله اللي كنتوا بتبعتوها على الواتس، كان كورولوس بيبعت وانا طبعا ما كنتش بجاوب، لان الحاجات دي كلها جايه في وقتها، مش عايز احرق افكار ومش عايز اجاوب له سؤال مجرد سطر اكتبه له في رساله، بالعكس ده هيبقى السؤال اللي هو عايزه ده حالا هشرحها له، هتدخل معلومه مره واحده معلش طلع، لان بيسموها دايما الانطباعات الاولى تدوم. لو انا قلت السؤال في لحظه وقتيه كده مجرد رساله مش هتدوم عنده، انا ليا لكل سؤال حاله معينه كده هتعرفوها. المهم من الايام جايه يعني. طيب حاضر يا امانه، ديت مفيش مشكله، البي دي اف كله هيجي لكم براحتكم خالص، بس هنركز على كل فصل لوحده ان شاء الله عشان المعلومات ما تضيعش. عايزه تقولي حاجه يا ياسمين؟ لا يا مستر، شكرا لحضرتك. طيب كرولوس، عندك اي اضافات او تعليق؟ معلش بعد اذن حضرتك، بس معلش كان عندي سؤال بس بسيط. اتفضل. هو الدي ان ايه لما يجي يتكثف بيتكثف 100,000 مره ولا مليون مره؟ مليون. بص معايا، الدي ان ايه بيرتبط بالبروتين الهستوني والبروتين غير الهستوني. البروتين الهستوني الكتاب قايل عشرات المرات، مش 10 مرات، عشرات المرات. والبروتين غير الهستوني 100,000. فانا لو خدت الحد الادنى من العشرات المرات وهو 10 مرات، تكثف 10 مرات وتكثف 100,000، ضيف صفر على الصفر هتلاقي الدي ان ايه قصر مليون مره، بس بالبروتين الصبغي. البروتين الصبغي ده اللي هو الهستوني وغير الهستوني. وصلت يا كرولوس؟ تمام يا مستر، شكرا لحضرتك. العفو. لو قال 100,000 يبقى بالبروتين غير الهستوني لوحده، لو قال عشرات المرات يبقى بالهستوني لوحده، لو قال مليون يبقى بالبروتين الصبغي اللي هو الهستوني وغير الهستوني. محتاجه تقولي حاجه يا الاء؟ لا يا مستر. يا مستر شكرا. ماشي، اشوف وشكم بخير بقى في الميعاد الجاي، ولو انتم لكم اي ملحوظات قولوها للبشمهندس، وانا ان شاء الله الحصه اللي جايه هتكون حصه مراجعه لذيذه، وانا بوعدك انها تكون لذيذه لان كل دقيقه فيها فايده. اشوف وشكم على خير ان شاء الله. يلا مع السلامه.